ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيه على أحداث اللي دايرة في الشارع المصري، وهنتكلم على بعض مباريات الدوري المصري وبعض انتقالات اللعيبة خاصة لنادي الأهلي ونادي الزمالك وتخبط نادي الإسماعيلي النهاردة أمام حرس الحدود. هنتكلم فنيا كده على بعض الأمور اللي كانت دايرة خلال المباراة، وكمان عايز أتكلم بالنسبة لاستقالة يعني رئيس نادي الإسماعيلي يحيى الكومي وبعض المستجدات بالنسبة لكلاتنبرج وبعض الأمور الخاصة إن شاء الله باختيار مباراة القمة أو تحديد حكم لقاء القمة. هل هيبقى مصري؟ هل هيبقى أجنبي؟ كل الأمور دي إن شاء الله هنتكلمها ونشرحها لحضراتكم إن شاء الله من خلال الفيديو. هتكلم بس في الأول أهم حاجة على بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، عايز أطمنهم وأتكلم بالنسبة للاعب المتميز محمود عبد المنعم كهربا، لأن أنا اتكلمت النهاردة وقلت خلاص ان اللاعب الايقاف النهارده كان اخر يوم ان شاء الله يوم 11 يناير، وخلاص اللاعب ممكن في مباراه المصري اللي هي يوم 12 يناير يشارك مع النادي الاهلي بشكل رسمي، ومش هيبقى في اي امور قانونيه على النادي الاهلي. خلاص الفيفا اليوم 11 يناير هيبقى اخر يوم لعقوبه محمود عبد المنعم كهربا، والنادي الاهلي هيشارك اللاعب. الموضوع كله هيبقى واقف على يعني الموضوع كله هيبقى واقف بالنسبه لكولر، الموضوع هيبقى فنيا ونفسيا بالنسبه للاعب، ومش هيبقى فيه اي مشكله ان اللاعب يشارك. عايز كمان اتكلم بالنسبه لمروان عطيه، خلاص يعتبر خلص مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعلن على الصفقه في خلال 4 ايام. لعيب متميز جدا، بيلعب لعيب رقم 6 ولعيب رقم 8، لعيب ديفندر متميز جدا، شايفه من افضل لعيبه في الدوري المصري، هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي مع الصفقات اللي النادي الاهلي خلصها، اللي هو خالد عبد الفتاح 6 شهور اعاره بنيه الشراء، واللاعب المتميز محمد ضاي كريستو اللاعب المتميز جدا اللي هو في يمين او الوينج يمين، اللاعب المتميز التونسي اللي انا شايفه هيبقى صفقه مربحه جدا للنادي الاهلي. وفي بعض اللعيبه المتميزه، يعني عايز اتكلم كمان على اللعيب المتميز مصطفى زيكو اللي جاب النهارده هدفين والاروع في نادي الاسماعيلي. انا شايف ان نادي الزمالك بيتابعه من فتره، نادي الاهلي بيتابعه من فتره، كمان في بعض الانديه الكبيره زي فيوتشر محتاج لاعب، كمان سيراميكا دخل في اللاعب يتكلم عليه او بيتابع اللاعب ان شاء الله، يعني بنسبه كبيره اللاعب هينتقل للنادي من الاربع انديه الكبار، وانا اتمناه بصراحه انه ينتقل لنادي كبير عشان يبان. احنا عارفين ان فيتوريا اخذ اللاعب اكتر من مره في تجمع، لعيب متميز جدا، عاجبني كمان ان هو النهارده بيلعب على خط الظهر كامل بالنسبه للاسماعيلي، بيتحرك طولي بدرجه ممتازه جدا، بيتحرك كمان ما بين الخطوط، انا شايف اللعيب عنده ذكاء في الملعب، لعيب متميز جدا ولعيب هادي على كورته، وفي نفس الوقت محطه محترمه. النهارده شفنا بنيه اللعب، احمد ايوب كان بيبني اللعب كامل مكمل على اللاعب المتميز مصطفى زيكو. واكمل تحليل بالنسبه لمباراه الاسماعيلي وحرس الحدود، النهارده حرس الحدود بصراحه فاجئنا ان هو كان ضاغط على الاسماعيلي وبيلعب دفاع متقدم وجاب جولين ولا اروع. شاف ميدو لسه بدري قوي قبل ما نحكم عليه مع الاسماعيلي، ميدو من المدربين اللي بتاخد وقت عبال ما بيحط البلان بتاعته او الاستراتيجيه اللعب بتاعته، انا شايف ميدو محتاج شغل كتير قوي. الاسماعيلي بصراحه اللي انا شايفه اللعيبه من نفسنا او من بعض، يعني اللعيبه ما بتلعبش بروح تيشيرت الاصفر. يا جماعه الاسماعيلي نادي كبير جدا، لما الاسماعيلي يخسر 7 مباريات واحنا لسه الدور الاول ما خلصش، تتكلم ان هو متزايل ترتيب في المركز ال 18، كل الفرق بتكسب الا الاسماعيلي في مرحله تخبط غير عاديه. لعيبه اسماء بس لعيبه مش جعانه كوره، حمدي النجاس جاي مبطل، صالح جمعه جاي مبطل، باسم مرسي مش موجود، محمد الشامي بيلعب بتعالي على الكوره، عبد الرحمن مجدي مش موجود، فيش غير باير المحمدي وكوكو الجون وعمر وحش في نص الملعب هو اللي موت نفسه، واللعيبه كلها بتلعب في لها مبالاه. نادي الاسماعيلي اكبر من كده، يعني نادي الاسماعيلي في المركز الاخير، اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاسماعيلي ويرجع ان شاء الله للانتعاشه الاولى، ووضع النادي الاسماعيلي اللي كان فيه تقريبا كان هو ثالث افضل او ثالث اكبر نادي في مصر. جماهير الاسماعيلي تقريبا قلبت الدنيا على المهندس يحيى الكومي، هو طلع يقدم استقالته، يعني انا شايف يحيى الكومي المفروض بصراحه يقدم استقالته للنادي الاسماعيلي، ما قدمش اي حاجه، جه وعد الناس ان هو هيعمل عود رعايه كبيره جدا ومع كذا ومع كذا ومع كذا، وطرح بعض الشركات وفي الاخر كله طلع كلام فيك وكلام ملوش اي اساس من الصحه. اتمنى التوفيق لنادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي قلعه كبيره بالنسبه لمصر، درويش الكوره المصريه وبرازيل مصر زي ما احنا عارفين، ده بالنسبه للنادي الاسماعيلي. عايز اتكلم بالنسبه لنادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور قدم شكوى رسميه ضد كابتن احمد شوبير لوزير الاعلام وللشركه المتحده المصريه اللي هي قا
قائمة على البث المباشر أو على قناة أون سبورت أو على جميع القنوات اللي هي اللي جميع الرياضيين متعاقدين معاها. الشكوى مضمونها إيه؟ مضمونها إن هو دايما بيدافع النادي الأهلي ضد نادي الزمالك، ودايما بيطلع يقطع زي ما بيقولوا في لعيبة نادي الزمالك. في المستشار مرتضى منصور عايز أتكلم كمان بالنسبة لكلاتنبرج، عمل اجتماع لاتحاد الكرة واللجنة الحكام وبيتكلم ان هيختار حكم اجنبي لمباراة القمة ولا حكم مصري. الحكام المصرية ثلاثة مرشحين، محمود البنا رقم واحد، رقم اثنين الحكم اللي انا شايفه حكم متميز محمد معروف، وكمان الحكم الثالث اللي محطوط يعني تقريبا في القائمة طبعا محمد صباحي، يعني هو هيبقى واحد من الثلاثة دول. لو الحكم مصري الحكم اجنبي يبقى حكم على مستوى ولا اروع، حكم في بطولة دوري ابطال اوروبا وحكم في كاس العالم، هيجيب حكم بنسبة 100% حكم دولي ومعروف على مستوى العالم كله. عايز اتكلم كمان بالنسبة لاخبار النادي الزمالك، سامسون فيريرا مش مقتنع بيه. استشار مرتضى منصور النهاردة، اتكلم مع محمد بيه ابو العينين، محتاج اللاعب المتميز ابوكا في صفقة تبادلية مع سامسون ويدفع الفرق النادي سيراميكا. سامسون اللي انا شايفه هو لعيب كويس بس محتاج شغل كتير قوي عشان يخش في مرونة وهيكلة نادي الزمالك. انا شايف ابوكا لو جه نادي الزمالك هيبقى صفقة متميزة جدا، لعيب متميز جدا، عنده سرعات قوي جدا بدنيا، انا شايفه من افضل اللعيبة في المركز ده في مصر، لعيب هايل جدا. برضو دخل على الرادار النادي الاهلي، شاف الصفقة هتميل اكتر لنادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج ايبوكا. سيف الجزيري من اول الموسم ضارب غطس وحش قوي تقريبا، من ساعه ما جه من كاس العالم ما شفناهوش بالاداء اللي احنا كنا متعودين عليه، ان هو لعيب قوي المحطه بيلعب بدماغه بشكل متميز. نادي الزمالك كمان عمر جابر شارك في التمرينات او في التدريبات الجماعيه، ممكن ان شاء الله المباراه القادمه يلحقها. عمر جابر عارفين ان هو لعيب خبرات، بيلعب منتخب مصر ولعيب هايل، بيلعب باك رايت وبيلعب ديفندر وبيلعب وينج رايت، لعيب متميز جدا. لما يرجع هيدي اضافه فنيه واضافه نفسيه للعيبه داخل ارجاء الملعب، شايفها تبقى اضافه متميزه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. صفقه سامسون وصفقه ايبوكا، انا شايف نادي الزمالك هيبقى هو الكسبان، لان ايبوكا لعيب هايل عارفينه، لعيب متميز. كمان ايبوكا مع ريان مش عاملين دويتو كويس، يعني ريان وايبوكا طريقه لعبهم شبه بعض، اللي هو لعيب التارجت مان القوي السريع اللي بيتحرك عرضي اللي بيلعب بدماغه كويس، هما الاثنين لما بيلعبوا مع بعض بيقطعوا وبيغطوا على بعض. انا شايفه لو جه نادي الزمالك هيبقى صفقه مربحه جدا، افضل بكتير حاليا من سيف الجزيره، هو افضل مهاجم حاليا في الدوري المصري، هو طبعا يعني من غير ما تقول اي من غير ما تتكلم افضل لاعب اجنبي محترف كمهاجم او كتارجت مال، انا شايف اللاعب المتميز ابوكا. وكمان البروفايل اللعيب ده نادي الزمالك محتاجه، اللي هو القوه السرعه المهاره التسديد، اللي هو لعيب يعني بيقولوا في الثنائيات كلها اخدها بيلعب بدماغه كويس جدا، مع اني مش طويل بس لعيب متميز جدا بدماغه. كمان عايز اتكلم على اللاعب المتميز زي ما ذكرت لحضراتكم مصطفى زيكو، انا شايف اللعيب ده يعني في انتقالات يناير هيروح نادي كبير، انا شايفه لعيب متميز جدا، طريقة لعبه بتعجبني بصراحة، هجام وسريع وكمان الكرة تحت رجله شكلها متميز جدا. النادي الاهلي بيفاوض طبعا، احنا عارفين اكتر من بروفايل لعيب اجنبي، في اكتر من لاعب النادي الاهلي بيفاوضهم، بس على رأسهم اللاعب المتميز فيليب المتميز جدا اللي بيلعب في نادي سانت تيان، انا شايفه يبقى لعيب متميز جدا، برضو عنده سرعات هينفع النادي الاهلي، لعيب قوي جدا بدنيا، انا شايفه هيبقى متميز جدا. طب مين الصفقه البديله لو النادي الاهلي ما خلص مع اللاعب فيليب المتميز جدا؟ هيخلص في مين؟ ممكن جون ابوكا، ممكن ناصر منسي، في برضو زيكو دخل في ترشيحات النادي الاهلي، في بعض اللعيبه المتميزه جدا اللي انا شايفها لو جت النادي الاهلي او جت نادي الزمالك هتعمل فارق زي اللاعب المتميز جدا زيكو. وعايز اتكلم كمان بالنسبه لمحمد رضا بوبو، يعني النادي الاهلي اتكلم مع كابتن احمد شوبير، واتكلم مع وليد دعبس، اتكلم مع احمد بيه وهشيمه، واتكلم على اداره النادي فيوتشر ان يخلص في اللاعب محمد رضا بوبو، اللاعب المتميز جدا اللي انا شايفه لو جه اهلي او جه زمالك من افضل اللعيبه في مصر. يعني النادي بصراحه فيوتشر لو فرط في اللاعب ده تبقى خساره كبيره فنيه بالنسبه للنادي فيوتشر. علي ماهر متمثل جدا 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 باللاعب، بس انا شايف اللاعب بنسبه 80% هيبقى اقرب للنادي الاهلي. نادي الزمالك عايزه، نادي الاهلي عايزه، بس نادي الاهلي استقرار اكتر، في فلوس افضل، نادي بطولات، نادي 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 في جميع الامور المتميزه جدا اللي الناس كلها عارفاها، الاداره
مستقره، كمان اللعيبه بتاخد مستحقاتها، النادي الاهلي عارفين ان هو اكبر مؤسسه في الوطن العربي او اكبر مؤسسه كمان في افريقيا ومؤسسه ناجحه جدا. شايف رضا بوب لو جه النادي الاهلي هيبقى صفقه مربحه جدا للنادي الاهلي، واتمنى التوفيق. ارجع تاني للنادي الاسماعيلي، اتمنى التوفيق للنادي الاسماعيلي، ان شاء الله النادي الاسماعيلي في الفترات القادمه يبقى افضل بكتير ومتزايل الترتيب ان شاء الله مع كابتن ميدو. اتمنى ان شاء الله ان يعمل حاجه متميزه جدا ويرجع للمربع الذهبي كالعاده، اللي هو النادي الاسماعيلي من اكبر ثلاث انديه في مصر. احنا عارفين اهلي زمالك اسماعيلي او زمالك اهلي اسماعيلي، عارفين اسماعيلي من الاقوى، كان الاقوى الانديه في مصر واخد بطوله افريقيا، والنادي ليه تاريخ وليه شعبيه وليه جماهيريه متميزه جدا. ده كان فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. لو تابعنا من على اليوتيوب، لو تابعنا على الفيسبوك، يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو يوصل لاكبر عدد المتابعين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله. السلام عليكم.